شعارنا في الشارع المصري ايه؟ ايه؟ محلولة بس كده. طيب عشان هي محلولة وان شاء الله تتحل وربنا بإذن الله هيكرمنا وربنا هيبارك لنا في اللي جاي بإذن الله في بلدنا الجميلة مصر، لازم كل مرة يا جماعة نأكد على حقوق الإنسان. واللي كان بيقول الدكتور أيمن نور في التويتر بتاعته اللي احنا نهينا بيها الملف بتاع جو بايدن والانتخابات الأمريكية، كلام يوجع كده، وتحس ان ايه، ان احنا كلنا على راسنا بطحة كده في المنطقة العربية ولازم نحسس عليها كده ونشوف هو احنا ليه كده فعلا. اللي بيقعد على كرسي يا جماعة بيتبت وبيمسك، مش عايز يمشي ويقمع ويظلم، مفيش تداول، مفيش فرصة، مفيش إمكانية، مفيش تعبير عن حرية، مفيش إنسان، مفيش حقوق زي ما هنقول دلوقتي. يا ريت يا جماعة نتعلم، يا ريت نتعلم وناخد الدروس المستفادة من الأحداث العالمية الكبيرة. يمكن النهاردة الدكتور أيمن بذكاء شديد جدا أشار لهذه النقطة في ظل ما احنا بنقول دلوقتي كلنا أو المتابعين أو المحللين هارس، ترامب، جو بايدن، تنحى، لكن في ملمح يخصنا احنا كمنطقة عربية مهم جدا احنا كنا ناخد بالنا منه، وهو ان الراجل موجود وعايش تمام، بس بيقول لك انا مش هكمل، ندي الفرصة للي جاي يكمل. بالتاريخ وبالارقام وبالدلائل اثبتنا ده من خلال هذه التويته المهمه جدا. عشان كده بقول يا رب ننعم بحريه ويكون للانسان كرامه وحقوق صحيح في بلده. يا دكتور عطوان، طيب احمد الاول بس يعني خلينا نعتذر لبعض الزملاء عبر السوشيال ميديا، واضح ان في الكثير من الشكاوى في، انما ليس الامر من عندنا مطلقا. الامر الثاني الحقيقه بعض التعليقات، وانا متابع جيد لحضراتكم، لان في النهايه الكنز الحقيقي لنا في الشارع المصري هو حضراتكم الساده المشاهدين على السوشيال ميديا او على الشاشات. بعض النهارده يعني الرساله وصلتني سواء على الخاص او حتى اللي كتبت على البث المباشر، معلش حامل وقفه صغيره والله، يعني بشكر ام عبد الرحمن احمد او بشكر كل الافاضل الفضلاء اللي اتكلموا. احنا على فكره والله مش بنضحك او بنهزر في المصائب والكوارث، ويا ام عبد الرحمن نحن كما قال ابو الطيب المتنبي وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنها ضحك كالبكا. احنا حضرتك بننزف دما من 11 سنه، احنا كل يوم بنطلع على الشاشه دي نقعد 3 ساعات معاكم وتقطر الأحزان من جوانا والألم من جوانا، ألما على بلدنا وعلى أهلنا وعلى شعبنا. كل يوم نقرأ لكم الأخبار اليومية يوم بيوم في مشاكل مصر، ونذيع لحضراتكم الأشجان والأحزان والآلام والأمال أيضا. في النهاية نحن بشر، ما هو ساعاتك مش معقول حاود الثلاث ساعات إن أنا ألطم الخدود وأشق الجيوب وأقعد إن أنا أبكي على الشاشة. كذلك الأستاذة الفاضلة لمياء التي بعتت نفس الموضوع أن أنتوا فشلة وبتضحكوا، يا جماعة حضراتكم بالله عليكم إحنا منكم وأنتم منا، مستحيل حضرتك أن أنت في النهاية وأنت تعيش يومك أنت تتقلب بين حاجة حلوة وحاجة وحشة، حاجة تضحك وحاجة تزعل، تتقلب. مش معقول هنطلع 3 ساعات حضراتكم بتقولوا إزاي أن إحنا نضحك على الشاشة. يا سيدي أنت لا تعلم كيف ان هذه الامور الساخره كما قال ابو الطيب المتنبي من المضحكات هي ضحك كالبكا. انا بس بقول الكلام ده لقيت اكتر من حد بيقول يا جماعه احنا في النهايه بشر عايشين والله برضو ما متناش، ومش عايشين في احزان على طول ولا اوجاع على طول. حاجه فيها ضحك بنضحك، حاجه فيها حزن بنحزن، حاجه فيها جنازات بنعيط. فارجوكم رفقا بنا ورفقا بانفسكم، والله يا جماعه رفقا بانفسكم، احنا عمرنا ما بنتكلم على الشاشه عن حياتنا الشخصيه وعن المنا وعن اوجاعنا وعن احزاننا، ولكن يكفينا غربه ويكفينا ما نحن فيه ولن نعرض ابدا حياتنا الشخصيه ابدا للشاشه. فبالله عليكم ما تزعلوش مننا ومحدش يكون، لان الحياه بتاثر في هذه التعليقات سواء مرت دي على الخاص او على البث المباشر. اعود حضراتكم الى الالم الحقيقي، ها جه وقت الالم ووقت العياط يا ام عبد الرحمن ويا استاذه لمياء، علشان ساعاتك نكلمكم عن المعتقلين. ملف المعتقلين ملف محزن دايما، ملف فيه الوجع الدائم. النهارده ساعاتك في الكلام النهارده ان في مبادره
بتجمع 10,000 توقيع للافراج عن السجناء السياسيين في مصر. يا مسهل يا رب. قلنا قبل كده المبادره دي، قلنا يا جماعه من فضلكم هذه المبادره موجوده واللينك موجود والناس والموقع الموقع حضراتكم الان بيرصد يوما في يوم 10,000. ادخلوا حضراتكم، احنا عندنا قرابه 120,000 معتقل، اهالي المعتقلين وكل الناس المطالبين بالحريه، ادخلوا وقعوا حضراتكم على ان احنا بنطالب ونجمع بالافراج عن السجناء السياسيين. نعمل حاجه اهو حضراتكم، لان لا لا, لا يفيد لا البكاء ولا لطم الخدود ولا شق الجيوب، لان هذا الوقت وقت للاسف الشديد يعني احنا خلاص بقى 11 سنه مش قادرين نعمل اي حاجه، نعمل حاجه عمليه لعل وعسى ان شاء الله. طيب احنا بنبادر معكم ومع من اطلقوا هذه المبادره باسر السجناء السياسيين في مصر، عليهم ان يتم الافراج عنهم، على الدوله ان تفرج عن هؤلاء المسجونين السياسيين، خاصه يا جماعه ان المبادره ما اتكلمتش في اي شروط وما حطتش اي شروط ولا قالت للدوله كذا، بالعكس ده هم بيقولوا للنظام وللدوله انتوا عايزين ايه مننا؟ اطلبوا مننا اللي انتوا عايزينه. احلموا واطلبوا، عايزين الناس دي تبطل تتكلم مش هتتكلم، تكتب على الفيسبوك ما تكتبش، يقعدوا في بيوتهم يقعدوا عايزين تعملوا عليهم اي حاجه اعملوها، المهم ان الناس دي تخرج من السجون والمعتقلات ويعيشوا بقى زي البني ادمين الطبيعيين، ده ابسط 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 حقوق اي مواطن مصري من هؤلاء. النهارده كان في مجموعه ايضا من الامهات، امهات المساجين اللي يا جماعه دائما وابدا بجد بيدفعوا ضريبة كبيرة جدا وفاتورة باهظة جدا عندما يقومون بزيارة ذويهم داخل السجون والمعتقلات، بيتبهدلوا بهدلة شديدة جدا في طوابير الزيارات والتفتيش المهين والمؤذي نفسيا ممن يقومون على إدارة السجون وحراسة السجون واستقبال هؤلاء أثناء زيارتهم لذويهم. تعالوا عشان نعيش معاهم الواقع اللي هم فيه، نسمع بعض من أمهات المساجين السياسيين وهم بيناشدوا عبد الفتاح السيسي وبيقولوا له خرجوا ولادنا قبل ما يموتوا. نسمع الرئيس عبد الفتاح السيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة حضرتك طيب. الرسالة دي من أمهات مصر، الرسالة دي من أمهات مصر، أمهات المسجونين السياسيين. وطبعا احنا عارفين حضرتك قد ايه بتقدر الام ومسؤوليتها واعباء الحياه. يا ريس اولادنا اولادك يا ريس، تعبنا من فراقهم سنين طويله وجرينا وراهم في السجون، عايزينهم في اخر ايامنا في حضننا. يا ريس احنا موافقين على اي شروط او ضمانات حضرتك تطلبها أو مؤسسات الدولة. بنأكد لسيادتك يا ريس إن إحنا ملناش أي انتماء لتنظيم أو حزب أو جماعة، ملناش انتماء. صوت الأمهات المصريات اللي أبنائهم معتقلين ومعتقلات، أعتقد الآن يعني مش عارف أقول لحضراتكم إيه، كلمات كافية وكفيلة بأن تحرك الصخور وتحرك الجبال وتحرك أي إنسان ذي قلب. أمهات المعتقلين أسر بأكملها بقالهم 10-11 سنة ولادهم اتخطفوا من وسطهم مرميين في سجون المعتقلات، ليه؟ معتقل سياسي ليه؟ أم زي دي في هذا السن تحرم من ابنها ليه؟ أنا خايف والله العظيم، أقسم بربي دائما بقول كل ما تضيق علينا وكل ما الخناق يضيق أقول ربما هذه صرخة المظلومين في السجون والمعتقلات، ربما هذه دعوة الأمهات. فرجوا عن المسجونين والمعتقلين السياسيين، جاز ربنا يفرجها مصر كلها.